نجي على الفيكسد أورثودونتيك أبلاينسز. طبعا من اسمه فيكسد يعني البيشنت ما يقدر يوخره أو يدخله, كان not removed by the patient. والفيكسد بي جزئين, جزء هاي الصورة تبين, جزء هو attachment إنه جزء هو ثابت على السن ما يتحرك, والجزء الثاني هو الفورس اللي سمت قوة هو اللي يحرك الأكتيف يحرك الأسنان مثل الأرش واير والأكجيراريز. طبعا الأدفانتج مالته الشغلات الإيجابية إنه يحرك لنا السن وممكن يحرك لنا أكثر من سن واحد بنفس الوقت, وما يعتمد على مهارة البيشنت يعني لأنه البيشنت ما راح يقدر يسوي أي شيء, ما راح يقدر يدخله ويطلعه, فهو اعتماده كله على الدينتست وماكو أي مشاكل من ناحية الريتينشن. الديسادفانتج أشياء السلبية اللي هي الأورال هايجين, يعني يحتاج إنه البيشنت يهتم بالأورال هايجين لأنه ممكن يكون مايكروسكوبيكالي كيريز يعني تدخل ويصير تسوس ما ينشاف بين هاي أجزاء مالت الفيكسيد أورثودونتيك, فيحتاج إنه البيشنت يهتم بالهايجين. وأكيد شكل المنظر مالته الأستيتيك, ويحتاج للطبيب اختصاصه تقويم يعني specialized dentist in orthodontic, ويطول ياخذ من سنة ونص سنتين هيجي, وممكن ينطي حركة عكسية للسن مثلا احنا مخططين نحرك السن ميجالي, اي خلل بالتقويم ممكن ينطي السن يتحرك distally بالعكس, فهاي السلبية يعني. إيش وقت نستخدمه؟ إذا نريد نعطي تغيير بسيط للوجه يعني البروفايل سكيلاتال ديسكريبنسز والإنتروجين والإكستروجين. الإنتروجين يعني شنو؟ يعني السن طاب بالبون سوكيت داخل جوة البون, والإكستروجين هي عكسين السن طالع من البون سوكيت يعني أطول طالع من البون. إذا عندنا الريتينشن بيها خلل, الأوفر بايت إذا بيها خلل يتصلح بالفيكسد, إذا عندنا أكثر من سن نريد نحركه, وإذا عندنا سبيس يعني فراغ ممكن يعني بالتقويم ينسد هذا الفراغ ويروح, مثلا الفراغ سببه وراثي أو يعني قارعين سن. الكونترا انديكيشن مال فيكسد إيش وقت من نستخدمه؟ إذا البيشنت ما له واهس يعني ما يهتم بالنظافة بالفم, ولا بور دنتال هيرث يعني الأسنان أصلا تعبانة, وإذا المالوكلوجين مالته يتطول يحتاج جراحة مثلا. المالوكلوجين مالته كلش قوي يعني العفو يعني المالوكلوجين كلش قوي يحتاج جراحة ما يحتاج إنه فيكسد, يحتاج تدخل جراحي ما يتعالج بالفيكسد. دائما نستخدم الفيكسد. الأجزاء مالت الأبلاينسز الفيكسد أبلاينسز شنو هي؟ قلنا جزئين, جزء اللي هو الأكتيف هذا اللي يسلط قوة, وجزء الباسيف, جزء الباسيف اللي يكون أتاجمنت هذا ما يسلط أي قوة باسيف. نجي على الأكتيف, الأجزاء مالت الأكتيف شنو هي بالصور؟ أول واحدة هي السيباريتورز, هاي يصير فواصل نحطها بين سن وسن حتى تسوي لنا يعني فراغ بسيط بين الأسنان حتى تسهل بعدين حركة الأسنان. السبرينجز بعدين نستخدمها, هاي مبين إنه بين الأبر واللور هاي سبرينج. أنواعها هي مثلاً اللي ترفع الرايتينج سبرينج والتوركينج سبرينج والروتيشن اللي تفر تطيع حركة دوران, والأوفن كويل والكلوز كويل هاي أنواعها. الأرش واير اللي هو هذا, طبعا الأرش واير شكله يعتمد على البيشنت أرش, على الأرش مالت البيشنت. مثلا إذا شكل الأرش مال البيشنت أوفل حيكون الأرش واير أوفل, إذا شكله تابرد مدبب حيكون الأرش واير مدبب, إذا شكله سكوير
حيكون ال arch wire square، نعتمد على ال patient arch الفك مالت ال patient. اللي كيتشر واير هذا بالصورة الانج مالته كلش قليل من 0.009 الى 0.07 انج، يعني بس حتى نضبط بي الارتش واير فايته. الالاستيك ليكيتشر هاي الصورة، الالاستيك ليكيتشر هاي تصير يعني ندخلها داخل البراكت، البراكت تصير بي فتحة، هذا الالاستيك ليكيتشر حيدخل بالفتحة. البور تشين الاستيك باور، العفو باور تشين الاستيك هاي الصورة، تشين يعني سلسلة من الشكل مالتين بين سلسلة وبيها أحجام مختلفة، وهمين هي أكتيف تنطي حركة للسن. النوع الثاني غير الأكتيف اللي ينطي حركة اللي ينطي فورس هو الباسيف. النوع الثاني هو الباسيف اللي يسموه أتاتشمنت ثابت ما يتحرك. طبعا عندنا نوع منها الباسيف هي البانت، هاي الصورة توضح ان البانت حتكون اتاتشمنت ثابتة تنحط على سن وسمنتد يعني نثبتها نلصقها لصق بالسن بمادة، وعلى اساسها راح يتصل بيها اذا عندنا لينجوال او بكل تيوبات تتصق بيها. اكثر شيء نستخدمه بالمولرات والبريمولرات هاي الباندات، يعني من حجمها نستخدمها للاسنان الكبيره مثل مولر بريمولر، قليل نستخدمها بالانتيريور. ليش؟ يعني من شكلها انه استيتيك تاثر على الجماليه، اذا تيجي تحطها بالوجه هاي الجماليه راح تخرب، وهمينه تصير بالكي يعني مزعجه للبيشنت انه تصير ثقيله. وهاي